اهلا 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 وسهلا بيكم وبكنا عافيه في الفقره دي تحديدا، عشان دي الفقره بتاعه ثلاث عالمات مصريات فزنا بنون النسوه بمنحه اليونسكو من اجل المراه في العلم، تحديدا زماله لوريال يونسكو. خلونا نرحب بضيفتنا العالمات المصريات. حظنا النهارده اتنين، المهندسه ساره عبد القادر والحاصله على زماله لوريال اليونسكو من اجل المراه سنه 21، البحث على طرق معالجه الصرف الزراعي، صح كده؟ منورانا. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله. دكتور ياسمين ابو زيد والحاصله على زماله لوريال اليونسكو للمراه لاختيار افضل باحثه على مستوى مصر لسنه 2020، والبحث صعب على حد زي يعني هو دراسات متعلقه بالنانو تكنولوجي، حدوته كبيره جدا شديده الصعوبه والتعقيد على امثالي من البسطاء. منورانا يا فندم. ميرسي جدا. الاحوال كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. طيب انا هبدا الاول بمهندسه ساره سؤال بس، هو ايه اللي حصل عشان تحصلي على هذه الزماله؟ وازاي الناس بتحصل على زماله بهذا الشكل وبهذا الحجم؟ طيب خليني اقول لحضرتك الاول نبدا. دي بقى النصيحه اللي بتقدميها للزميلات. مبدئيا هو احنا علشان انا عملت الماجستير بتاعي كان برضو في معالجه الصرف بس الصرف الصناعي، وكان تخطيطي ان انا عايزه اكمل المعالجه دي بطرق مستدامه للصرف الزراعي كمان. اوكي. فقدمت الدكتوراه بتاعتي، بس بدل ما تبقى في الهندسه البيئيه عملتها في الصحه العالميه وبيئه الانسان، بس علشان ندي ابعاد صحيه وسياسيه للموضوع وكده يعني ومانجمنت وكده. عظيم جدا. بتقدميها على طول للمنظمه ولا بتقدميها في الجامعه؟ بنعمل لا احنا انا اوريدي يعني سجلت في الجامعه. كويس. وعملت جبت فكره البحث بتاعي. انا بحب دايما ان يبقى البحث متعلق بمشكله موجوده في على الارض الواقع، بحيث ان انا اقدر اعمل تاثير. فبالتالي عملت جبت الفكره، عملت سيرش ان هي هتتعمل ازاي، هتتطبق ازاي، البحث هيمشي ازاي، وقدمتها لوريال يونسكو. كانت لوريال يونسكو فاتحه التقديم، قدمت وبالسي في بتاعي. طبعا هو الاختيار ما بيكونش بس على فكره البحث، بيبقى كمان على السي في بتاع الباحث، هو نشر ايه قبل كده، حضر مؤتمرات فين قبل كده، بحيث ان هو اولا اثبات لجديه الباحث، ثانيا قدرته على انه مش الباحث بقى الباحثه، قدرتها بالظبط. أيوة. قدرتها انها تقدر توصل للبنات اللي ليهم سن صغير وتحفزهم وتحمسهم انهم يشتغلوا في البحث العلمي. رائع جدا. وانا لان انا عندي خبره 7 سنين في مجال اكاديمي، فبالتالي انا ان كونتاكت مع بنات صغيرين باحثات زيي، فنشرت قبل كده في مجلات عالميه، حضرت عدد محترم من المؤتمرات، فكانت السي في محترمه، الى جانب كمان فكره البحث اللي هي اصلا يعني بتواكب المشاكل اللي احنا بنواجهها في العالم دلوقتي. بالضبط. طب هنا هرجع للدكتور ياسمين كدكتوره وباحثه وعالمه صيدلانيه، والبحث في مجال تقنيات او استخدام تقنيات نانو تكنولوجي، فهميني لان انا معلوماتي في دي ضيقه جدا واغلبها اكتسبته امبارح بس حقيقي يعني، فاشرحي لي اكتر. اوكي. الموضوع بسيط جدا. كل فكره ان انا تكنولوجي لو المادة مثلا بحجمها الطبيعي انا بحاول اصغرها انها توصل للنانومتر. اوكي. رينج النانومتر. ماشي. من 1 ل100 نانومتر. اوكي. ليه انا بتارجت ان انا استخدم تقنيه النانو؟ لان دي بتحسن من خواص الماده. بمعنى لو انا عندي مثلا الدواء العادي في الرأس بيدي مثلا الواحد محتاج ياخد منه جرعه اوكسين مثلا 4 مرات في اليوم، لو خليت الرأس دي معموله بدل الماده الفعاله بتاعتها تكون في هيئه النانو وكبست الماتيريال دي للرأس، هيبقى مثلا ممكن محتاج ياخد قرص واحد في اليوم. لانه بيزود فعاليه الدواء نفسه. اوكي. فبالتالي انت هتبقى مش محتاج تاخد جرعات كتيره منه. فهي عامة تقنية النانو بتشتغل على كذا تراك. يا إما الأول بيبقى عند حضرتك الدواء نفسه فيه مشكلة
فبالتالي حضرتك بتحاول تحوله بشكل معين من النانو، ان حضرتك تحوصله جوه بوليمر مثلا او حاجه بحيث ان الاعراض الجانبيه بتاعته ما تظهرش، او ان حضرتك بتحطه جوه تحوله لصوره النانو عشان تزود الفعاليه بتاعته. اوكي، فحاجه مثلا ممكن يكون الدواء ما بيدوبش خالص، ودي بتبقى مشكله بالذات للاطفال، فبتبقى حضرتك محتاج تديهم الادويه بتاعتهم شرب. فلو حضرتك حولتها حاجات النانو او قررت السايز بتاعها لرينج معين، هتبتدي ان انت تقدر تخلي الدواء ده يتعمل على شكل شرب، فالطفل يقدر ياخد الدواء ده، وبالتالي تروح للاماكن اللي المفروض تروح لها. دي حاجه تانية خاصة، دي حاجه اضافيه على النانو. احنا عندنا النانو تو تراكس، التراك العادي ان حضرتك بتحول بس حاجه للنانو وخلاص، وفي تراك تاني بيبقى ادد ومور ادفانسد، ان حضرتك بتحط حاجه زي حاجات بتوجه الدواء لاورجن معين من غير اي اورجن تاني، عضو معين جوه الجسم. أيوه. بدون اي عضو تاني. فانا عايز الدواء ده يروح للرئه مش يروح. أيوه. لكل الجسم، يروح للكبد، يروح. أيوه. للبنكرياس. زي مثلا السرطان، الناس مثلا اللي عنده سرطان الثدي او حاجه، فانا ببقى مثلا محتاجه ادويه، الادويه الكيماويه طبعا معروف لكل الناس انها بتعمل مشاكل كتيره جدا. اوكي، فانا مثلا المشاكل دي ناتجه لان الدواء نفسه بيبقى موجود في الاعضاء الثانيه وهو مش المفروض يبقى موجود فيها. فكانه بيقتل الخلايا الطبيعيه وبيقتل كمان الخلايا السرطانيه، لانه الدواء مش هيميز. فانا لو حطيته على شكل النانو ووجهته لخلايا الثدي بس، فهتبتدي تتراكم في خلايا الثدي، وهتتجنب تراكم الدواء في الاعضاء الثانيه اللي موجوده في الجسم، فبالتالي اقدر احقق الفعاليه بتاعه الدواء من غير ما اسبب الاعراض الجانبيه دي. حلو قوي، انا احب الكلام في العلم جدا بالرغم ان انا ماليش اي علاقه بالعلم يعني، فانا اصلا اقتصاد، بس المساله بالنسبه لي بتبقى مبهره جدا لما بقعد اسمع ده، وبيبقى المساله مبهره بالنسبه لي اكتر. لا هي مش مبهره، هي بتبقى بتلقى اعجابي اكتر لما بلاقي عالمات. انتوا عارفين احنا الكوكب ده كوكب ذكوري جدا، والله العظيم جدا. سيبك بقى من الكلام بتاع مصر فيها مجتمع ذكوري، الكوكب ده كوكب ذكوري جدا، ولا او لم يكن يحتفي بشكل حقيقي ويقدر بشكل حقيقي العالمات. واول ما نيجي نقول كده تلاقي احد يقول وماذا عن ماري كوري؟ يا عم انت بتتكلم على واحده في الدنيا كل شويه تقول لي اسمها. طب ما هو كان في عشرات العالمات ما حصلوش على القدر الكافي من التقدير والاحتفاء. طب هستاذنكم هنروح لفاصل، وعايز ارجع بعد الفاصل افهم اكتر من كل في تخصصه مسألة معالجة مياه الصرف الزراعي. توصلنا لحد فيه بمناسبة الصرف، هسألك كمان على الصرف الصناعي عشان عندي دايما سؤال، الصرف الصناعي هينفع نستخدمه في أغراضنا الحياتية زراعة على سبيل المثال، ولا المواد الكيماوية اللي مترسبة فيه دي تسبب لنا مشكلة؟ نفس القصة في مسألة الأدوية بتقنيات النانو، احنا بنعمل ده وتبقى ملكياتها الفكرية عندنا في مصر، وهل أنا أقدر أطبق ده في تجارب سريرية عندي في مصر فأقدر بعد كده أنتج هذه التقنيات فيبقى معروف أن مصر أنتجت هذه التقنية ثم تعمم فيما بعد؟ دي حدوتة أظنها مهمة ولا إيه؟ صح؟ طيب خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. كل الترحيب بنون النسوة وتاء التأنيس، المهندسة سارة عبد القادر ودكتور ياسمين أبو زيد منورنا. عاملين إيه؟ كله تمام؟ يا رب تكون إحنا كنا بنتناقش في إنه قد إيه عندنا حالة من حالات الذكورية على سطح هذا الكوكب، بس كمان المهندسة سارة قالت لي حاجة لطيفة جدا، قالت لي إنه عدد أو نسبة خريجات فتيات سيدات فضليات في مصر في الجامعات 50% عندنا في مصر، في أمريكا 28%، فده بالنسبة لي شيء رائع. بس احنا عندنا مشكلة انه اللي بينزلوا سوق العمل سواء اذا كان اكاديميا او عمليا النسبة ضئيلة جدا. مش هاخد وقتك في الحتة دي اكيد هيبقى لها مناقشة تانية. اتمنى يبقى في معانا مائدة مستديرة من اكتر من عالمة وباحثة مصرية بتكلم بجد، نقعد نتكلم في الحكاية دي هو ايه السبب. لكن هرجع على الابحاث بتاعتك في معالجة
الصرف الصناعي والصرف الزراعي. يمكن صرف الزراعي أكتر هو المعني بيه الزمالة بتاعتك، لكن سؤالي هو إحنا ينفع نستخدم مية الصرف الصناعي مثلا في الري أو حتى في ري غابات خشبية أو الري الحدائقي؟ ده حقيقي، ده يعني دي حاجة أصلا العالم بقى بيعملها دلوقتي. صناعي صناعي يا فندم. أوكي. أقول لحضرتك حاجة. أرجوكي. البحث بتاعي في الماجستير كان عن معالجة صرف المدابغ اللي هو أسوأ أنواع مليان مواد كيماوية، وكنت مركزة بالتحديد على أني أستخلص منه مادة الكروم بحيث أن أنا أقدر أخدها من المية وأرجع أستخدمها تاني في الصناعة، أدخلها تاني بصراحة. ما شاء الله ما شاء الله. صناعة الجلود وده حقيقي حصل، وكنتش بس بعالجه باني بستخلص الكروميوم، لا يعني كنت انا عملت له معالجه بمخلفات صناعه الاسمنت. ده حقيقي. وعايز اقول لحضرتك ان نسبه استخلاص الكروم من الميه وصلت ل 99%، يعني انا خلصت من ال 99% من الكروميوم اللي في الميه وعملت استخلاص ليه، رجعت الصناعه تاني. كويس قوي. فدي حاجه ممكن تتعمل وبطرق مستدامه، يعني باستخدام مخلفات زراعيه وصناعيه. حلو جدا. ممكن طبعا. هي القصه كلها في ان الجدال او الديبيت هو ان احنا نستخدمه في محاصيل يعني هناكلها غذائيه ولا لا. بس طبعا الافضل ان احنا ما نستخدموش في محاصيل غذائيه. أوكي. لكن انا اقدر استخدمه في غابات خشبيه، اقدر استخدمه في نباتات عطريه، اقدر استخدمه في يعني في ري المسطحات الخضراء. احنا عندنا كميه مسطحات خضراء، نباتات زينه، اشياء من هذا القبيل. يعني عندنا مسطحات خضراء كتير وخصوصا في المدن الجديده. حلو. احنا عايز اقول لحضرتك ان احنا مش بس ممكن نعالج الصرف الصناعي ونعيد استخدامه، احنا المفروض نفصل الصرف المنزلي، الصرف الصحي عن الصناعي عن الزراعي. لا، الصرف الصحي نفسه يتقسم لمياه رمادية ومياه سوداء. المياه الرمادية المعالجة بتاعتها تكون أسهل، أقدر أعالجها أون سايت، والمية بتاعتها أقدر أطلعها مرة تانية أحطها في الفلاشز اللي هي اللي احنا بنستخدمها في التواليت، أحطها في الفاير، احطها في اني ازرع بيها مسطحات الخضراء قدام البيوت. ده معناها انه حتى مواسير التغذيه اللي هتدخل المنازل هتبقى اكتر من رافد، ما هياش كلها من نفس ذات الرافد. بالزبط. وبالتالي ابقى بحسن استخدام الميه بتاعتي اكتر واكتر. كلام عبقري، انا بتوه في وسط العبقر. طيب هرجع لضيفتنا العبقريه ايضا دكتور ياسمين ابو زيد وابحاث النانو تكنولوجي. كنت بتكلم على مساله انه التقنيات دي احنا بنطورها في مصر، وده معناه انه ملكياتها الفكريه بتاعتنا في مصر، صح كده يا ابني؟ صح. هيموتوني، لحقت اسال السؤال فهيموتوني والله. عمرو هيجيب لي غلطه بجد مش هزار، صبرك يا عمرو. فيجي السؤال، هل احنا نقدر ندخل في المرحله القادمه في ان احنا نعمل التجارب بتاعتنا هنا بتجاربنا السريريه وما الى ذلك، بحيث ان انا اقدر انتج هذه التقنيات واطرحها امام العالم؟ طيب عشان اعرف اجاوب على السؤال ده هدي بس هنت كده بسيط عن الادويه الطبيعيه. أوكي. الادويه العاديه اللي هي مش بتقنيه النانو. اي دواء عشان يعني نبتدي ان احنا يعني من الماده الفعاله نحوله للشكل الصيدلي اللي بيتاخد للمريض، على اذى انا محتاجه 20 سنه عشان ده يطلع. اوكي. ال 20 سنه ده برودكشن للدواء، انا انتج الدواء وبعد كده اعمل عليه اللي هي التجارب السريريه اللي بتبقى عباره عن ثلاث مراحل. دي ال 1 بليون دولار اندستري. تمام. عشان يوصل للمرحله دي محتاج الاول بتبقى في حاجه اسمها خاصه بالجوده، معايير الجوده للدواء. اوكي. يعني اشوف ان الدواء لما باجي بصنعه على اللارج سكيل مانيفاكتشر في المصانع والكلام. أيوة. ده ان كل حبايه قرص بطلعها تبقى بالظبط فيها نفس الماده الفعاله زي ايه القرص اللي جنبه. النانو مشكلة فيها هي اساسا اللارج سكيل مانيفاكتشر. في التصنيع للمصنع الكبير دي مشكله كبيره جدا، لان النانو هي 3 دايمنشن، فلازم في كل مره اطرحها بال 3 دايمنشن ستراكشر بتاعها بالشكل الثلاثي الابعاد بتاعها لازم يكون ده زي ده. اوكي. دي اول مشكله. تاني مشكله لو احط عليها بالشكل الثلاثي الابعاد جزيئات من بره، اوكي، ليها دانستي معينه، فتخيل كده انها كوره وعليها سبايكس، عليها سبايكس زي رام كده او حاجات
سبايك حاجه اقرب الى شكل اوتاد او شوك. شوك, شوك, شوك موجوده كده على السطح بتاعها. اوكي, المفروض يبقى توزيعها في كل كوره بطرحها تبقى بالظبط زي الثانيه, ويبقى الدواء متحمل جواها. اوكي. طيب احنا لما بنيجي نصنع مجال النانو تكنولوجي ده بقاله مئات السنين, اوكي, واقعيا اللي موجود في الماركت وابروفد هو 51 دواء بالنانو تكنولوجي في العالم, بتقنيه في العالم كله 51 دواء. اوكي, موجودين ابروفد, وطبعا معظمهم اللي صنعهم يا اما دول اوروبيه يا اما امريكا. اوكي, احنا عندنا هنا عشان ننتج دواء فعليا بالنانو محتاجين الهيئه اللي بتبتدي تعمل معايير الجوده او تقيم المنتج على الرسمو سكيل الاول جوه المعمل, وبعد كده لما يجي يتنقل على مرحله التصنيع في الدواء. فهمت. وانا برضو عايز اقول لحضرتك ان اوريدي في هيئه مخصصه على مستوى العالم كله تبع الاف دي اي, اوكي, اللي هي الفود اند دراج ادمنستريشن. دي الهيئه المخصصه بانها تدي تصاريح للادويه. دي مسؤول فيه, عندها يونت كده بتعمل بتقيم كل المواد المنتجه بالنانو على مستوى العالم كله. عظيم. فمعنى كده ان حتى اوروبا او امريكا او اي دوله في العالم لازم لما يطلع منتج برايمري قبل ما ينزل الماركت, قبل ما ينزل السوق, لازم يرجع للهيئه دي بتعمل عليه معايير جوده معينه, اختبارات معايير جوده معينه عشان تصرح باستخدامه وتنزله السوق. وتلك هي المشكله والعقده الكبرى. لنا حديث او حديثين. حديث اللي اتكلمنا فيه اللي هو لازم نقعد نتكلم في مائده مستديره فيها اكتر من عالمه مصريه زي حضراتكم, ونتكلم على مساله ازاي نقدر ندعم مساله خروج العالمات للنور والى محيط العمل والشغل في مصر, سواء اذا كان على المستوى الاكاديمي او المستوى العملي والتطبيقي, شغل يعني. والموضوع الثاني ان انا لسه هحتاج من حضراتكم مره ثانيه نقعد نتكلم شويتين عن الابحاث بتاعتكم. انا شخصيا من الحاجات اللي أنا مهتم بيها كقراءة, لأن أنا أكيد مش باحث زي حضراتكم, لكن أشكركم جدا على وجودكم النهاردة, وحاجة تشرف وحاجة تدعو للفخر, ويا رب أشوف بنتي زيكم في يوم من الأيام بجد, وابني برضو على المستوى الرجالة بقى. امين يا رب العالمين. نورتونا وشرفتونا مهندسه سارة عبد القادر, كل الشرف ليا. دكتور ياسمين ابو زيد, نورتينا وشرفتينا. شكرا جدا لحضراتكم على حسن المتابعه. ثواني وهيكون موجود معاكم, انا ببص كده بتاكد اذا كان كريم دخل ولا لسه. كريم رمزي داخل لنا اهو بخطوات واثقه هادئه, وبرنامج رقم 10. استنونا وخليكم دايما معانا وبرنامجكم التاسعه. سلامات.